نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. أبدى محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل استعداد المحافظة لتحمل تكاليف شراء محطة ذاتية سعة 250 ميجاوات لتحسين تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل. وأطلع محافظ صلاح الدين وزير الكهرباء الدكتور رؤي الخطيب على واقع الطاقة الفعلي في المحافظة وأهمية التعجيل بحسم مشروع نقل الطاقة ومراعاة الجهود والنفقات التي تحملتها المحافظة في هذا المجال لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين بعد استقرار الوضع الأمني وعودة النازحين. ووافق وزير الكهرباء على خريطة الطريق التي اقترحها محافظ صلاح الدين ضمن الإمكانيات المتاحة والحاجة الفعلية للطاقة لتأمين حاجة المواطنين وتدوير عجلة الاقتصاد العامة، متعهدا باتخاذ الإجراءات عاجلة تراعي الظروف الاستثنائية للمحافظة بعد القضاء على داعش وارتفاع مستويات الحاجة للطاقة في مختلف الميادين الحياتية والزراعية والصناعية.